الجراد الصحراوي يطير لفترات طويلة من 6 ساعات إلى 17 ساعة في اليوم، ويستطيع أن يقطع حتى 150 كيلومتر يوميا. يأكل ما يصادفه من النباتات. كل فرد من السرب يأكل بمقدار وزنه من الطعام يوميا. المكافحة: يفضل رش الجراد بالمبيدات أثناء وجوده على الأرض في الصباح الباكر أو المساء. نأمل ممن يشاهد أسراب الجراد إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريق تطبيق بلغ أو برسالة واتساب على الرقم 053-023-560. نأمل من مربي الماشية حجز الحيوانات أو نقلها بعيداً عن أماكن المكافحة التي يتم إبلاغ المحافظات عنها قبل الرش ولفترة 2 أسبوع. نأمل من مربي النحل نقل خلايا النحل بعيداً عن أماكن مكافحة الجراد. نحذر من الرعي في الأماكن المرشوشة بمبيدات الجراد قبل مضي 10 أيام من تاريخ المكافحة. استهلاك المحاصيل الزراعية التي ترش بمبيدات الجراد قبل 2 أسبوع من وقت الرش على الأقل. التسمم من المبيد الموجود على جسم الجراد أو في داخل جسمه نتيجة التغذي على نباتات مرشوشة بالمبيدات.